مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من دوري موبيليس للمحترف الأول، أين سيكون فريق مولودية بجاية في مهمة استعادة الريادة عندما يواجه اتحاد الحراش؟ أما القمة الكبيرة فستكون عاصمية بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد بدون نكهة لغياب الجمهور. ابتسام شواش تفصل أكثر. توجه الأنظار أمسية الجمعة إلى ثلاث مباريات أخرى من الجولة الخامسة والعشرين للبطولة المحترفة الأولى موبيليس، أين سيكون الرائد مولودية بجاية أمام فرصة استعادة الصدارة التي خطفها منه الوفاق الصيفي عندما يلاقي اتحاد الحراش الذي سيحاول العودة إلى سكة الانتصارات ومباغتة المولودية البجاوية المنتشية بالتأهل التاريخي إلى نهائي كأس الجمهورية في عقر ديارها. كما سيكون الموعد مع الدرب العاصمي بين مولودية الجزائر وشباب الوزداد والذي سيحتضنه ملعب بولوغين بغياب اللاعب رقم 12 بسبب العقوبة المفروضة على جمهور العميد، حيث ستسعى فيه المولودية لخطف النقاط الثلاث ومواصلة النتائج الإيجابية المحققة في مرحلة العودة والارتقاء أكثر في جدول الترتيب، فيما سيكون الشباب أمام حتمية العودة بنقطة على الأقل لتفادي الدخول في حسابات السقوط. مواجهة أخرى ستجمع بين فريقين يصارعان من أجل البقاء ضمن دور الأضواء هذا الموسم عندما تستضيف شبيبة الثورة شباب قسنطينة منهما على النقاط الثلاث للابتعاد عن منطقة الخطر، خاصة وأن الفريقان يتقاسمان المركز الثاني عشر ب31 نقطة. المباراة السابعة لحساب الجولة الخامسة والعشرين ستلعب أمسية السبت على أرضية ملعب زابانا بين جمعية وهران وأمل الأربعاء المنتشي هو الآخر بالتأهل التاريخي إلى نهائي كأس الجمهورية، حيث سيدخل الفريقان بأهداف متباينة لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية وضمان مشاركة قارية باحتلال أحد المراتب المتقدمة.